السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح موضوع آخر من مواضيع عادة الباطنية اللي هو الكرونيك ديزيز. راح نتناوله عن طريق كيس. البيشنت عمره هو هيفيس ووكر، عمره 67 سنة، جاي للعيادة لأنه صار عنده كرونيك فاتيج ويكنس اتشينج، ألم بالعظام مستمر، ريستلس لينك سيندروم، دائما يصير عنده نوزي وفوميتينج وكونستيبيشن وسوالن انكل which is unchanged from his last visit. هاي كلها indication على ال chronic kidney disease، بس ما نقدر نعتمد عليها 100% لأنه راح تحتاج history كامل، تحتاج lab data كاملة. patient عنده chronic kidney disease صار له سنتين، عنده hypertension صار له 20 سنة، عنده heart failure صار له 5 سنوات. الأدوية اللي دا ياخذها بيزبرولول 5 ملغرام، ليزنوبريل 5 ملغرام، دا ياخذ الترايمتيرين هايدروكلورثايازيد 1 ديلي، واستامينافين 650 ملغرام ار ريكوايرد. ذا بيشنت دو نوت ادهير تو ريجولار دايت، يعني ما ملتزم بدايت معينه. بالفيزيكال اكزامينيشن شاف الضغط مالته الطبيب 16/9، وزن مالته طبعا تمبرتشر 37، اما البقيه يعني الهارت ريت والبلس ريت كلها من ضمن الطبيعي. وزن مالته 100 كيلو ومستمر بالزياده لانه صار عنده اديما. السكن مالته مبين عليه شاحب، بقية السيستمز تكون وذن عنده أثناء الفحص وذن نورمال، لكن بالتشيس اكس راي عنده اللارج هارت، وهذا طبيعي لأنه عنده هارت فيلر. باللاب داتا نشوفون هنا نقسم إلى أقسام يعني ملونتها، أكو قسم يعني تخص الإلكترولايت مثل ما تشوفون هنا تقريبا أغلب في زيادة. أنا أساعدكم إنه أخلي لكم الداء الضرار سهل وامتحنا، أخلي لكم النورمال فاليو حتى أنتم تقارنون وياها فتعرفون النورمال من الأبنورمال، طبعا بعد موافقة رئاسة القسم. هاي بالنسبة للكترولات. الكرياتينين، سيرم كرياتين، اليوريا، بلاد يوريا نيتروجين، سيرم كرياتين، هاي على الكدني فانكشن، هذه همينة زايدة عنده. الهيماتوكريت والهيموغلوبين قليلة، يعني عنده شنو أنيميا. هاي البقية من ضمن الطبيعي. ليفر فانكشن تيست همين عنده زيادة. الالبومين هنا سيرم البومين مالته 3.1 بينما هو طبيعي من 4 ل 6 جرام، هنا عنده 3، يعني دا يصير عنده حسب التحليل. هذا انا شاف عنده بالتحليل البومين صليبيا، يعني دا يصير عنده فقدان بالالبومين عن طريق اليورين يسموه البروتين يوريا. شوف هنا الكالسيوم قليل، الفوسفيت بزياده، المغنيسيوم بزياده. بالجنرال اكزامينيشن شاف عنده 5 صلايب باسل، هاي معناها اكو انفكشن والابيرنس مالته كلاودي. هنا انا بالسمير بيرفرال سمير اخذوا يعني فحص يعني يسموها فيلم للدم، شافوا انه الار بي سي طبيعي نورموكرومك نورموسيتك، يعني التايب اوف الانيميا هنا مو بسبب الايرون، لانه يعني بالايرون تبين على شكل مايكروسيتك مايكروسيتك انيميا. هاي بالنسبة للكيس الهيستوري مالتها واللاب داتا. هسه اذا اريد اعرف البيشنت عنده كرونيك ديزيز، شنو معنى انه عنده كرونيك ديزيز؟ يعني عنده جراديوال ريدكشن بالجي اف ار، هاي الريدكشن تصير خلال اشهر الى سنوات. يميزها عن الاكيوت كيدني انجري انه بالاكيوت بسبب دراج معين او بسبب كونديشن معينه يصير عندهم مباشره خلال ساعات الى ايام كيدني فيلر. اوكي، فهذا الفرق عن الكرونيك. البيشنت وذ كرونيك كيدني ديزيز هم ممكن انه يكون عنده اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز، يعني مثلا يتعرض الى اكسيدنت معينه، دراج معين، يرتفع ضغطه، يرتفع سكره، ممكن انه يسبب الى رابيد ديتريشن، يعني بدل ما تكون جرادول ممكن تؤدي الى رابيد ديتريشن بالكيدني فانكشن مالته، فيسموها اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز. مثل ما تعرفون البيشنت اللي يصير عنده فشل كلوي يحتاج انه يغسل كليته بين فتره وفتره، يعني تقريبا البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز بالمراحل المتقدمه يحتاج يعني يزور المركز لغرض غسل الكليه لمده يعني 3 مرات بالاسبوع. يسوي سيشنز 3 سيشنز، كل سيشن من عندها عباره عن 4 ساعات. اوكي، فهذا سبب زياره المريض اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز للمستشفى، او اذا يصير عنده مثل ما قلنا رابيد ديتريشن، اما يعني هو عنده سكجول معين يمشي عليه يعني 3 مرات بالاسبوع وحالته مستقره، او يصير عنده يعني فجاه ديتريشن بالكيدني فانكشن مالته فيحتاج يروح للمستشفى حتى يغسل كليه او يعالج الكومبليكيشنز اللي تظهر. زين، البيشنت اللي عنده كرونيك ديزيز
ده يصير عنده symptoms من البداية، احنا حتى نجاوب هذا السؤال لازم نعرف الـ stages of the chronic illness. انتوا اخذتوها بالنظر انه هو مقسم الى 5 stages، كل stage من عندها يعني احنا راح نعتمد بالتقسيم هذا على الجي اف ار. هاي حسب معادلة نحتاج بها الوزن، نحتاج بها العفو الايج، نحتاج بها الجندر، نحتاج بها السيرال كرياتينين، راح تعطيني جي اف ار. هنا أنا بالستيج الاولى والثانية وخلينا نقول النصف الاول من الستيج الثالثة، هذا يعتبر patient asymptomatic او يعني يحتاج فقط monitoring و adjustment للoral drugs. بالنصف الثاني من الستيج الثالثة والرابعة والخامسة، الخامسة اللي هي تعتبر end stage renal disease، خلاص يعني هنا أنا لازم اما غسل كلى دائم او لازم يعني يبدل يعني يسوي زرع كلية. نكمل بالنصف الثاني من الستيج الثالثة والرابعة والخامسة، هنا راح يحتاج راح تظهر عنده ساين سيمتومز للكرونيك كيدني ديزيز نفسها والكومبليكيشن مالتها، فهنا راح يحتاج للتريتمنت والدايلايسيس. هنا الجي اف ار بالستيج الخامسة توصل اقل من 15 مونت بيرمننت. اكو كيسات ما محسوب بها جي اف ار، هو لازم احنا نحسب الجي اف ار، بس مثلا بالطبلة او بردها يعني ما تلقون محسوبة جي اف ار كاملة، بس هو ما طول وصل مرحلة غسل الكلية فهذا نعرف انه هو اما ستيج الرابعة او الخامسة او النص الثاني من ستيج الثالثة. لكن ممكن يعطينا سيرم كرياتينين، هو مو سنسيتيف ماركر لكن ممكن يعطينا كانديكيشن للحالة مال المريض. هنا المايلد يعني نعرف النورمال هو من 0.6 الى 1.2 ملي جرام بير دي سيلتر. ايش قد هنا المايلد ديجري اوف امبيرمنت؟ يعني عنده من 1.7 الى 3.4، مودريت 3.4 الى 7.9، السيفير من يكون عنده اكثر من 7.9. فهسه الكيس مالتنا ظاهره عنده سيمتومز كرونيك فاتيك، تعب مستمر، ضعف عام، عنده حكه مستمره، الام بالعظام، يصير عنده مرات نوزي وفوميتنج وكونستيبيشن، وعنده زياده بالوزن نتيجه الادما والسوال انكل. هاي كلها سيمتومز تدل على انه هو عابر المرحله الاولى والثانيه، اضافه الى انه السيرم كرياتينين مالته 3.5 ملي جرام بير ديسيلتر. واضحه؟ زين، الهدف من علاج البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز المانجمنت تعتمد نقسمها الى بارتين. البارت الاول انه انا اسوي كنترول للريسك فاكتورز او الكوزز اللي ادت الى الكرونيك كيدني ديزيز. اهم سببين تؤدي الى الكرونيك كيدني ديزيز هي الدي ام والهايبرتنشن. اوكي، فاحاول كل ما اسوي كنترول اكثر على هذه الفاكتورين راح يعني البيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز راح نبعده مثل ما نقول عن الدايلايسيس، راح نبعده عن الكومبليكيشن، نسوي برولونج لللايف مالته اذا سيطرنا على الفن الثيليا. اوكي، البارت الثاني من مانجمنت اوف الكرونيك كيدني ديزيز يعتمد على مانجمنت اوف الكومبليكيشن، يعني اكو راح تظهر عنده سكندري كومبليكيشنز بسبب الفشل الكلوي مالته مرور الايام. تشوفون بيشنت عنده كرونيك كيدني ديزيز ورا سنه يبدي يغسل كلى، ممكن تشوفون بيشنت عنده كرونيك كيدني ديزيز ورا 5 سنوات او 6 سنوات يلا يبدي يغسل كلى. ليش؟ لانه هنا راح تعتمد انه هو الريسك فاكتور والكوزز مالته اندر كنترول، ملتزم بالدايت، ملتزم بالاكسرسايز، ملتزم يعني مثلا عند سموك سيسيشن، يعني بصوره عامه اللايف ستايل ريسك فاكتور، واضافه الى الديزيز اللي هي الدي ام والهايبرتنشن، ملتزم بالادويه ما ملتزم بيها. ف لذلك تشوفون اكو بيشنت فاريشن بيناتهم، يعني ممكن انه هو خلال سنه ممكن لا خلال مثل ما قلنا 10 سنوات او 5 سنوات. البارت الاخر من المانجمنت الكرونيك كيدني ديزيز ريليف السيمتومز، السيمتومز مزعجه يعني بسبب انه يصعد عنده اليوريا، يصير عنده اتش مستمر، يصير عنده يعني ويكنس، يصير عنده اديمه، فاحنا نحاول نسوي ريليف للسيمتومز لهذا البيشنت. الهدف الاخير اللي هو implement regular dialysis treatment and or transplantation are the most appropriate time. وهسه راح نجي نعرف يا patient يعني يا indication يعتبر هو للدايلاسيس، يعني كل patient راح يغسل كلى ولا لا. زين، اول part اللي هو قلنا reverse او arrest the process causing the renal damage و avoid the worsening factors. هنا ان patient عنده عدة factors، اول شيء عمره، هذا احنا ما نقدر نسيطر عليه، عنده الدايت مالته ما ملتزم بيها، عنده وزنه يعني همينه اوفر، سموكينج سموكر هو،
هذا اللي هي ما نقدر احنا نتحكم بيها، لكن هو عنده ديزيز هارت فيلر، مانجمنت بطن هارت فيلر حكينا عنها بالسيشن الاول. عنده هايبرتنشن، نحكي على الهايبرتنشن شويه على التارجت مالته بصوره عامه. بيشنت اذا كان عنده كرونيك ديزيز فانا احاول اخلي الضغط مالته اقل من 14 على 9، اوكي؟ يعني لا دي ام ولا هارت فيلر، فقط هايبرتنشن بالكرونيك ديزيز. اذا اجى بيشنت عنده دي ام فالتارجت مالتي اقلله، يعني اقل من 13 على 8، لان انا كل ما يعني ليش كل واحد من عندهم الى تارجت معين، لانه بهذا التارجت شافوا بانه الكدني فانكشن اوكي، اللايف الكواليتي اوف اللايف مالته اوكي. اذا بيشنت عنده هارت فيلر فالتارجت مالتي هنا لازم يكون بعد اقل، اللي هي اقل من 12 على 8. زين شلون احقق هذا التارجت؟ راح نجي اكو تشويسز، هاي التشويسز تعتمد على فاكتور كلش مهم اللي هو الالبومينوريا. هنا البيشنت الكيس مالتنا عنده البومينوريا، واصل مرحله الالبومينوريا. نعم شلون عرفنا؟ عن طريق اول شيء سيرم البومين، هو الرينج مالته من 4 الى 6، ايش قد هو طالع عنده؟ 3.1. فهاي اول نقطه عرفنا من عنده البومينوريا او بروتينوريا. النقطه الثانيه ده يطلع عنده بالجنرال اكزامينيشن البومين، فعنده 2 بلسز. احنا ليش حكينا على البروتينوريا؟ لانه هنا أنا البروتينوريا قلنا هو فاكتور كلش مهم حتى يحدد لي التشويس اوف الدراج اللي انا راح استخدمه بالهايبرتنشن. فرضا البيشنت ما عنده اي بروتينوريا، ما واصل هاي المرحله، فالكالسيوم شانل بلوكر هو جود تشويس ويعتبر فيرست تشويس. كالسيوم شانل بلوكرز بها دا هيدروبريدين راح استخدمه اذا البيشنت عنده هارت فيلر مثل ما احنا هسه الكيس مالتنا، او نستخدم نان دا هيدروبريدين في حال البيشنت ما عنده هارت فيلر. اوكي هاي نقطة واضحة. إذا بيشنت لا عنده واصل مرحلة البروتينيوريا مثل هسه الكيس مالتنا، هسه الكيس مالتنا عنده بروتينيوريا، فالاي سي انهيبيتر يعتبر هو دروب اوف تشويس ان بيشنت وذ كرونيك ديزيز وعنده بروتينيوريا. اكو ملاحظة، البيشنت اللي عنده دي ام سواء عنده هايبرتنشن او ما عنده هايبرتنشن ضروري بده يستخدم الاي سي انهيبيتر. ليش؟ لانه تعرفون الدي ام واحده من الكومبليكيشن مالتها عندهم يصير نفروباتي، فمو الوقت راح يصير عنده كدني ديزيز هم، فيبدي بالاي سي انهبيتر من البدايه. اذا دايبتك بيشنت حتى لو كان بغض النظر عن الضغط مالته اذا كان طبيعي او لو او هاي، يبدا اي سي انهبيتر لانه راح يقلل البرودكشن اوف النفروباتي. زين الدوز مالتنا اذا لاحظتوا بالكيس طالع 20 سنه هايبرتنشن وصار لها 5 سنوات هارت فيلر، بس الدوز مال ليزن اوف ليج 5 ملي جرام، فاحتاج هنا ازيدها. هاي حكينا على جروبين اللي هي كالسيوم شانل بلوكر والاي سي انهبيتر، عرفنا كل واحد راح نستخدمه شوي. اكو الجروب الاخر اللي هي الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر اللي هي الميتابرولول والاتينولول، هذا تعتبر تشويس اخر للبيشنت اللي عنده هايبرتنشن وذ كرونيك كيدني ديزيز. لكن البيشنت اذا كان عنده هارت فيلر راح ابتعد عن الاتينولول، ابقى ميتابرولول ساكسينيت او كاربيدولول او بيزوبرولول. فهنا البيشنت مالتنا مستخدم بيزوبرولول صحيح، بس الدوز مو كافيه، فهي النقطه نخليها بالنا. ايضا الدايريتكس، البيشنت دا ياخذ تراي امتيرين هيدروكلورثايزر. التراي امتيرين هو شنو؟ هو عباره عن بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس، وثايازايد ما تشتغل ان افكتيف بالبيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. فهنا بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس وهنا ثايازايد، فلا راح تأدي لي الواجب مال انه تقلل من البوتاسيوم ليفل، وبالعكس راح تزيد من البوتاسيوم ليفل، وما راح تأدي الغرض المطلوب منها اللي هي تقلل لي الفلويد اوفرلود. فابدلها بمن؟ باللوب دايركس. اللوب دايركس اللي هو الفروسومايد. مرات اكو كيسات احتاج استخدم كومبينيشن اذا من الفروسومايد والثايازايد اللي هو الميتالوزون، حكينا قلنا بالهاي فايدر الميتالوزون يبقى محتفظ بفعاليته اذا كان البيشنت حتى لو عنده رينال انسفشنسي. زين هنا على الحل الكيس مالتنا انه قلنا انه زيد الدوز اوف الليزنوبريد، هذا البارت الاول المهم، زيد الدوز اوف البيزوبرولول البارت الثاني هم المهم، وستارت فيردوسومايد اورالي، لازم ابديله بلازكس. اللازكس الدوز اوف الفيردوسومايد ممكن توصل لحد 250 ملي جرام ديلي، يعني هي اكو حبايه من 500 ملي جرام، ونستخدم نصف من عندها في حاله الكرونيك ديزيز. عرفوا انتم اكو حبايه 40 واكو حبايه 500،
فبالكرونيك ديزيز احتاج مرات دوز اوصلها لحد 250 ملي جرام حتى اسيطر على الالكترولايت ديستربنس، حتى اسيطر على الفلويد اوفرلود في حال انه ما صار كنترول للبلد بريشر مالته. ممكن اضيف بارت اخر او دراج اخر، نعم ممكن اضافة اللي هي قلنا الكالسيوم شيل بلوكر، لكن نختار الداي هيدروبيريدين اللي هي املوديبين او نيفيدبين او فيلوديبين. واضحة؟ عندنا بالنسبة للدايت لازم اقلل الفلويد انتيك، لازم اقلل الصوديوم انتيك، اقلل الفوسفيت انتيك. يعني الفوسفيت موجود بالميت بالايج هواي اكلات، يعني بالكاكاو هم موجود، فيقلل من نسبة الصوت والفوسفيت انتيك والفلويد انتيك. الوزن هم لازم يدي يعني يسوي اكسرسايز او خد يعني ولو بسيطة حتى يبدي يقلل من وزنه. وسموكينج سيسيشن، حكينا البارت الاول اللي هي كنترول للهايبرتنشن او كنترول للبروسس اللي سبب لي بروجريشن اوف الكرونيك كيدني ديزيز. بالنسبه للدايابيتيك بيشنت ايضا هم لازم نسوي اوبتمايزيشن للدوزز اوف الدراجز اللي تستخدم بالدي ام. اوكي، هنا البارت الاخر اللي هي السكندري كومبليكيشن. مثل ما تعرفون الكرونيك كيدني ديزيز عندها عده وظائف. اوكي، من يصير عندهم يعني هي مسؤولة على المحافظة على الصوديوم بالانس، على البوتاسيوم اكسكريشن، على الاسيد اكسكريشن، تحافظ لي على البالانس ما بين الكالسيوم والفوسفيت، وهي مسؤولة عن انتاج الهرمون اللي هو الارثروبويتين. هذا الارثروبويتين هو هرمون يفرز بواسطة الكدني responsible for the differentiation of the RBC. فاذا قل الارثروبويتين راح يصير عندهم انيميا، فبالتالي انا لازم انطي ارثروبويسيس ستيميليتد ايجنت وياها ايرون. الكالسيوم والفوسفيت هنا راح يصير الفوسفيت اكسكريشن راح يقل، فراح تزداد نسبه الفوسفيت بالبلد، راح يسوي كومبلكس ويا الكالسيوم، بالتالي راح يسحب الكالسيوم من البون، يؤدي الى يعني نسبه الكالسيوم بالسيرم راح تقل عكس الفوسفيت، الفوسفيت راح تزداد. الفيتامين دي راح يقل، لانه مثل ما تعرفون اكتيفيشن في الفيتامين دي وين يصير بالكدني، راح يصير عندهم سكندري هايبر بارثايروديزم. مسؤول الكدني اصلا ايضا عن المينتيننس اوف الاسيد سكريشن، فيصير عندهم ميتابوليك اسيدوسيس، يصير عندهم الكترولايت ديستربنس، يصير عندهم فلويد اوفرلود. هسه راح نحكي عن كل كومبليكيشن ومانجمنت مالتها. هنا شلون عرفنا البيشنت عنده الكترولايت ديستربنس واسيدوسيس؟ نبوع البيكربونات بالأبر ليمت، العفو باللور ليمت، بوتاسيوم نسبته عالية، بلاديوم نيتروجين نسبته عالية، صوديوم الكلورايد نسبتهم عالية. هنا شنو العلاج؟ لازم أول شيء يلتزم بالدايت، ثاني شيء يبدي يستخدم اللوب دايركس. اللوب دايركس ممكن قلنا دوز نوصلها لحد 250 ملي جرام، في حال ما استجاب نحوله على هيمو دايلاسيس. الصوديوم بيكربونات بالنسبة للأسيدوسيس هاي الدوز مالتها من 1 إلى 6 جرام بردي. هاي بالنسبة للكومبليكيشن الأول. كومبليكيشن الثاني اللي هي الأنيميا. الأنيميا شلون عرفنا عنده أنيميا؟ عرفنا من نسبة الهيموغلوبين الموجودة بالبلاد، شفنا السكن مالته لونه بيل، عنده ويكنس وعنده كرونيك فاتيك، تعبان وضعيف ويحس بالضعف العام لفترة مستمرة وطويلة. زين عرفنا التايب اوف الانيميا من الاسمين مالته، وعاده هو التايب اوف الانيميا بالكرونيك ديزيز يكون نورموكرونيك نورموسيتيك، وقلنا السبب ليش؟ لانه السبب مو بالايرون، السبب نقص بالارثروبويتين. هي طبعا النقص بالارثروبويتين وحده من اسباب الانيميا، هو مو السبب السولت كوز فور انيميا ان كرونيك ديزيز، وحده من الاسباب، لكن هي اكثر واحد لها دور. راح ابدي البلاتا ترانسفيوجن اذا وصل الهيموغلوبين اقل من 7، من 7 يعني من 7 وفوق، هنا راح ياخذون ارثروبويتين ستيميليتنج ايجنت. الارثروبويتين ستيميليتنج ايجنتس هن هوايه، اكو الفا، اكو بيتا، اكو دابل بويتين، اكو كونتينوس اكتيفيشن للارثروبويتين ريسبتر. مطلوب من عندكم كهوم ورك، وانا هم راح انزل لكم اياها كاساينمنت، تعرفون الدوز اوف الالفا ايبوتين. اختارت بس الالفا، الاختلافات بيناتهم كل واحد يعني شنو الفرق عن الثاني، والسايد افكت كلش مهمه، السايد افكت خاصه السيفتي انفورميشن والمونيتورنج مالتها، شلون اسوي مونيتورنج للارثروبويتين ستيميليتنج ايجنت. زين شيء طبيعي انه حتى لو ما عنده نقص بالايرون، من راح يبدي يعطونا ارثروبويتين اللي هو عندنا الاسم التجاري المعروف ابريكس،
راح يبدي يحتاج سبلمنت بالايرون والفوليك اسيد. اوكي ايش قد الجول اني اوصل البيشنت؟ بس هو مو 10، ايش قد اوصله؟ من 10 الى 12، من 10 الى 12. فوق ال 12 هي اكو ناس عندهم هيموغلوبين فوق ال 12، بس هنا الجلوكونيك ديزيز واعطي اريثروبويتين ما اوصل فوق ال 12 لانه تبدي تظهر السايد افكت، والسايد افكت اكو قسم من عندها خطر. فالجول مالت كافي من 10 لحد 12 كلش كافي للبيشنت اللي عنده كرونيك ديزيز. رينال اوستيودستروفي يعني عندهم فد ديفكت بالبون بسبب الكدني. قلنا انه الكدني هي شنو وظيفتها؟ يعني يصير اكتيفيشن اوف الفيتامين دي وين؟ بالكدني. راح يصير عندنا نقص بالفيتامين دي. الفوسفيت قلنا ما راح يصير بي اكسكريشن، راح تزداد نسبته بالسيره، راح يسوي كومبلكس ويا من ويا الكالسيوم، راح تقل نسبه الكالسيوم بالسيره وتبين عنده ايضا على شكل بون فين. سبب الاوستيوديستروفي بالرينال فيلر اهم ثلاث فاكتورز اللي هي الهايبر فوسفاتيميا، لان تبدي بالهايبر فوسفاتيميا يصير عندهم فيتامين دي ديفيشنسي، ويصير عندهم سكندري هايبر بارثايروديزم. هي فتشين مرتبطه واحدة ويا الثانيه بس تبدي بالهايبر فوسفاتيميا، فاحنا نعالج الهايبر فوسفاتيميا حتى البقيه يصير بها كوركشن. عدا الفيتامين دي احنا لازم ننطي سبلمنت. بالنسبة للهايبر فوسفاتيميا أول شيء الدايت، أوكي، عندهم هيمودايلايسس همنا، يصير يتخلص البيشنت من خلالها من الويست برودكت والتوكسين والميتابولايت والإلكترولايت، همنا يتخلص من عن طريق الهيمودايلايسس. أكو فوسفيت بايندينج إيجنتس اللي هي تضم الكالسيوم أسيتيت، كالسيوم كربونات، سيبيلانيا، لانثانوم، وألمنيوم هيدروكسيد. هاي كلها طبعاً هذا الحكي كله موجود بالمانيوال. ترجعون للديتاس والتفاصيل الموجودة بالمانيول لأنه مطلوب من عندكم. الكالسيوم أسيتيت الحلو اللي بيه إنه هو الدوز مالته أحتاج ربع إلى نص من الدوز من الكالسيوم كربونات حتى أصحح الليفل أوف الكالسيوم. يعني أنا بدي أستفاد من حالتي، يعني أعطي كالسيوم أسيتيت أو كالسيوم كربونات راح أتخلص من الفوسفيت، راح أصحح نسبة الكالسيوم بنفس الوقت لأنه عندهم بده يصير لو كالسيوم ليفل. الألمين هيدروكسايد كان قبل يستخدموه لكن شافوا انه هو يصير بي اكيميليشن بالبرين، فيصير عندهم دايلاسيس دمنشيا، فيعطوهم علاج اللي هي ديسبروكسالين. هم ليش يصير عندهم كونستيبيشن؟ يصير عندهم انسفالوباثي، يصير عندهم مين بالعظام، يصير عندهم باكسيمال مايوباثي، وألمين كلها بسبب الفوسفيت العفو الألمنيوم هيدروكسايد. البارت الاخر اللي هو يصير عندهم فيتامين دي ديفيشنسي والهايبر بارثايروديزم. هنا شلون اصحح لها يعني الفيتامين دي ديفيشنسي؟ اذا انا بس اصحح الهايبر فوسفاتيميا الكالسيوم والفيتامين دي، الكالسيوم الاكو ليفل راح يصحح، لكن الفيتامين دي راح يبقى عنده نقص لانه هو الاكتيفيشن منه المسؤول عن الكدني. نعطي كالسيوم ترايول اللي هو عباره عن 1 الفا من الربع الى 1 ماكو جرام بعدين. اكو سينا كالسيت هذا في حال ما استجاب هذا الابروش. سيرا كالسيت هو عباره عن كالسيوم ميديك ايجنت، هذا شيء يسوي يزيد السنسيتيفيتي للريسبتورز الموجوده على البارثايرويد جلاند للسيرام كالسيوم ليفل حتى تقلل لي البارثايرويد هرمون سكريشن. في حال ما استجاب نهائيا لاي واحد من هذني يستخدمون بارثايرويدكتومي اما تايدر او سب كوتر. البارت الثالث من المانجمنت اوف الكرونيك كيدني ديزيز اللي هي ريليف السيمبتومز، تعرفون النوزيا والفوميتنج والكونستيبيشن، يعني هي بسبب انه الوريه تصعد، يقل يصير عندهم يعني الابيتايت مالتهم راح تقل، فهنا النوزيا تقل عن طريق مستخدم اما بلاسيل ميتوكلوبرامايد او اندستيرون. النوزيا والفوميتنج الكونستيبيشن اللي يستخدم لاكتيف اما طلق او استملت لاكتيف. في حال انه بقت هاي السادس سيمبتومز سيفير النوزي، خاصة النوزي والبومثين هنا الاتشين او الاديمة كانت كلش سيفير، راح يلجأ المن الى الهيمودايلاسيس. الاديمة لازم دايركس، واذا هم استجاب يعني فلويد انتيك قليلة دايركس يجي يستخدم بالدايركس، واذا ما استجاب هيمودايلاسيس. الاتشين سيديتنج انتيهستامين او توبيكال لوشن يستخدم.
other symptoms of chronic kidney disease is طلع في neurological symptoms هي واحدة من عندها restless leg syndrome هاي هم بسبب تجمع التوكسينز واليوريا other metabolites بالبلاد فهم treatment اما dialysis او diet او نستخدم low dose من الكلونازيبام راح تكون effective. زين ايش وقت راح اعرف المريض هذا مستحق هيمودايلايسيس او لا؟ طبعا دايلايسيس فيها انواع اكو بريتونيال دايلايسيس واكو هيمودايلايسيس هم موجوده عندهم بالنظري يعني بس اكثر شيء الفعال والبيشنت يعني اللي يسمونه هو الهيمودايلايسيس هذا راح يحتاج يروح الى مركز ثلاث مرات بالاسبوع يسوي سيشنز كل سيشن عباره عن 4 ساعات. ايش وقت راح يحتاجها؟ اذا كان الجي اف ار وصل مرحله اقل من 30 اللي هي ستيج 4 او سيمتومز مستمره اللي هي اما عنده انوركسيا مستمره نوزيا فوميتنج فاتيج واتشنج اذر كرايتيريا ذات انديكيت النيد فور دايلايسيس هي قله بالالبومين ليفل بقى ضغطه يصعد حتى بالرغم من التريتمنت اللي بيعطوه اياه بقى يصير عنده فوليوم اوفرلود والالكترولايت ابنورمالتي البوتاسيوم يعني خاصة البوتاسيوم يعني الالكترولايت البقية مو مهمة بشكل البوتاسيوم لأنه البوتاسيوم بس يصعد يصير عندهم يأثر على الهارت يصير عندهم كارديك أريثمية وبالتالي يصير عندهم كارديك أرست فخاصة إذا البوتاسيوم ليفل مال أكثر من 5.9 يكون لازم المودالات سيرو كرياتين وبديو ينفرجين أنا ما أقدر أعتمد عليهم 100% لأنه مو سنسيتيف ماركر فمو مجرد إنه يصعد عنده سيرم كرياتين نسبة عالية أنا أصير أحوله هيموداليسيس لأنه لازم أعتمد على البقية اللي هي سيمتومز وإذا كان يعني إذا قياس الجي أف آر يتم عن طريق المعادلة بعد حسن بعض المصادر تقول لما يواصل البادي ينقل من أكثر من 120 ملي جرام بادي سيلتر هذا هنا يعتبر كإنديكيشن لكن مثل ما قلنا هاي ما تعتبر سنسيتيف ماركرز هاي بالنسبة للمحاضرة في الكرونيك ديزيز